ما هي علامات الساعة الكبرى والصغرى؟ كثيرة. علامات الساعة كثيرة، منها الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى. أما العلامات الصغرى فكثير منها وقع، وكذلك العلامات المتوسطة كثير منها وقع، وأما العلامات الكبرى فأولها طلوع فأولها خروج المهدي، ثم نزول خروج الدجال، ثم نزول المسيح عيسى بن مريم يقتله، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خروج الدابة التي تسم الناس بأن تضع علامة على المؤمن وعلامة على الكافر، ثم خروج الشمس مما طلوع الشمس من مغربها، وهذا آخر العلامات، وهي أكبر وهو أكبر العلامات. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا يعني طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة ممن لم يتب قبل ذلك من الكفر ومن الذنوب.